استجابة طبعا لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وهو بيفتتح مشروع الإسمارات للإسكان الاجتماعي، وبدعوة المجتمع المدني للمشاركة في إنشاء الوحدات السكنية، حبينا نكون أول برنامج يشارك دعوة السيد الرئيس، ويكون معنا النهاردة مبادرة ابني شقتك. ببساطة كده المبادرة بتهدف إلى مساعدة وتوعية المواطنين بالأسعار الحقيقية لسعر العقارات في مصر، وتوفير وحدات سكنية ليهم بتمن التكلفة الحقيقية من خلال مشاركة مجموعة مع بعضها لشراء أرض والبناء عليها. وتقسيم تكلفتها الحقيقية على المجموعة المشاركة دي. طيب المواطن هنا بقى بيسأل إيه الجديد؟ إن لو الشقة اللي هتشتريها مثلا 300 ألف، مبادرة ابني شقتك هتخليك تاخد الشقة بنص الثمن. طب إزاي ده يحصل؟ وإيه المختلف عن المشاريع اللي بتعملها الدولة من إسكان اجتماعي؟ لو حد مثلا مش معاه فلوس يعمل إيه؟ إزاي يقدر يشارك في مبادرة ابني شقتك؟ هو ده اللي هنعرفه من المهندس رامي فارس صاحب مبادرة ابني شقتك. أهلا بيك، منورنا في الاستوديو باشمهندس. أهلا وسهلا بحضراتكم، بجد مبسوط إني معاكم، ومبسوط أكتر إن في عيون شايفة الشباب وبتحاول تبص عليهم وبتطلعهم كمان وتطلع أفكارهم للنور. دي حاجة ممتازة جدا بجد، يا رب نبقى كلنا كده مع بعض عشان البلد تتحرك، ويا رب يبقى في كتير زيك كمان. في أحسن البلد مني والله محتاجة. والله في أحسن مني كتير. لا لا لا، بس أنت كمان المبادرة بتاعتك إيجابية جدا، وبعدين أنا اتفرجت امبارح على الفيديو عجبني جدا. أنت عامل فيديو بتعمل ريبريزنتيشن للمبادرة بتاعتك، بس أنا عايزة أعرف الفكرة جات لك إزاي؟ مبادرة ابني شقتك. طيب الفكرة جات لي إزاي؟ هي كانت قصة بسيطة كده. أنا كنت قاعد أنا مجموعة من أصحابي فبنتناقش في حال البلد، أوكي؟ تمام. واللي هو إيه يا جماعة المفروض نعمله؟ طب البلد تمشي إزاي؟ طب الوضع يمشي إزاي؟ فقلنا حاجة، أو أنا للأسف اللي اتدبست فيها وقلتها كلنا متفقين عليها، اللي هو لو كل واحد اشتغل بجد وعمل اللي عليه البلد هتبقى أحسن. طبعًا. دي نتيجة كلنا وصلنا لها. كلنا وصلنا، بس محدش بيعمل ده. انا لما رجعت البيت كده بقى مع المدام فبقول لها انا حصل كذا 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 كذا، وحاسس انا من جوايا اللي هو انا بقيت زي الناس اللي بتقول ومفيش. طب انت بتعمل ايه؟ طب لما انت عارف الحل ما بتجريش عليه ليه؟ فهماني؟ فبدات اتحرك للجزئيه ديت. طبعا مصادفه بقى انا في التوقيت ده كنت بشتري شقه، انا والمدام اتحركنا ورحنا لمكان معين هنشتري فيه شقه. كامل الشقه اولا هي مبدئيا كانت قطعه ارض عليها يافطه مش اكتر من كده، يعني لسه ما بنتش، 400 ألف جنيه، شقه 100 متر. المدام جميله، قلت لها بس اسكتي، جميله ايه؟ ده 150 ألف جنيه تكلفتها، ما ينفعش. يعني زياده 250 ربع مليون جنيه زياده. لسه ما عملش حاجه، لسه ما بناش. يعني هو خلي بال حضرتك لسه ما بناش، دي قطعه ارض فاضيه. فاللي هو جالي تسك ده، لا انا مش هتضحك عليا كده، ما هو انا فاهم اللعبه. فلا ما ينفعش. فمن هنا بدات افكر، طب انا ليه ما اجمعش مجموعه من اصحابي ونشتري قطعه ارض مع بعض ونبدا نبنيها مع بعض ونوفر التكلفه. بالظبط. قابلتني شويه مشاكل في الحقيقه. اللي زي هو ايه مثلا؟ زي مجموعه من اصحابي معاهم فلوس، زي اوكي يلا بينا معانا الجزء اللي هنشتغل بيه في الاول ونشتري الارض. المجموعه الثانيه معاهم بس طب احنا مش عايزين المنطقه دي، احنا عايزين دي. طيب مجموعه ثالثه الميزانيه مش قريبه من بعضها. وبالتالي لقيت فشل، انا مش قادر اعمل ده. ففكرت ان انا اطبق المبادره على مستوى مصر كلها. ليه؟ لان ببساطه شديده لما هنوسع النطاق هنقدر ناخد اعداد كبيره في المنطقه دي واعداد كبيره في المنطقه دي واعداد كبيره في المنطقه دي. فكره موجوده من زمان قوي قوي. يعني ايه هو محتوى بقى المبادره ببساطه شديده كده؟ هي المبادره قائمه على فكره اتحاد الملاك اللي احنا عارفينه. أوكي. فكره زيها زي اي فكره، ليها مميزات وليها عيوب. من مميزاتها السعر زي ما حضرتك لسه قايله. لو الشقه مثلا ب 700 ألف، مع المبادره او مع يعني احنا مع بعض التكلفة الحقيقية تقريبا 330 ألف، أقل من النص يا جماعة، الفرق كبير جدا. طيب عيوبها اللي أنا شرحته بقى دلوقتي، إن كل واحد بيبقى عايز يبقى في مكان، صعب طبعاً. إنك تلاقي في معارفك وقرايبك والدايرة بتاعتك العدد الكفاية عشان تبدأي ده. صحيح. هي دي مشكلة الفكرة. صحيح. طب أنت شفت استقبال الناس للمبادرة دي إيه؟ يعني أنا استقبالي للمبادرة كان جميل جدا، لأن أنا اتفرجت فحسيت إن في حاجة إيجابية وحسيت إنه جميل إن الواحد يبني شقته ما يستناش بقى، وده يعني ده هيخلي إنه الناس اللي بتبقى عندها أحلام إن يبقى في منطقة راقية وهم موجودين فيها وبيت هم بيملكوه وجيران يعرفوه وجيران ده حاجة جميلة يعني. وشكل أنا اللي بعمله بإيديا بالظبط، وأنا عارف المبنى ده قائم إزاي ومحطوط فيه خامه او ماتيريال عامله ازاي، انا ملم بكل الامر. صحيح. بكل حاجه. صحيح. حضرتك شقتك انت اللي بتعمليها بس بايدينا احنا، عشان انت مش فاضيه اكيد تعملي دوت. هو الموضوع يا جماعه سهل وبسيط زي ما بنقول، هو من زمان قوي قوي، بس الفكره
ازاي نلم عدد كفايه في منطقه معينه عشان نبدا تعمل التجميع. هي دي المشكله اللي عندك. هي دي المشكله اللي عند الناس. وبيتهيألي كمان الفرق انك مش بتسعى الى الربح، يعني انت عايز تفيد الناس اكتر ما انت عايز تعمل فلوس. دي نقطه مهمه جدا وهنجي لها قدام. طيب الاقبال بتاع الناس حضرتك ممكن تلمسيه من احنا عملنا ايه لحد دلوقتي؟ يا ريت. احنا بقالنا في القاهره 3 شهور عندنا 3 مشاريع في التجمع الخامس. طب ده هايل. تمام. ده يقول لك اقبال الناس عامل ازاي. الفيسبوك اكاونت او الفيسبوك بيج بتاعتنا النهارده فيها زياده عن 50,000. هايل. احنا بنتكلم 3 شهور. فده اللي يوري حضرتك اقبال الناس عامل ازاي. انا طبعا باخد كميه دعاوي قد كده، مبسوط بيها جدا جدا من الناس. طب الحمد لله. لان الفكره الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، واحنا ماشيين مع الناس خطوه بخطوه وكل حاجه كلير جدا وواضحه جدا قدام الناس. دي أهم كل حاجة. شيء بنتناقش فيه. كل جروب بيتعمل بنروح عاملين له جروب على الواتساب كده ونبدا نتابعهم في كل شيء بكل حاجه والصور وكل شيء. انت عارفه هو عامل ايه في الفيديو؟ هو شارح الفكره، بس متهيالي انت جبت سيره الارض في الغردقه، يعني عمل نموذج. افتكر البدايه كانت في الغردقه. البدايه كانت في الغردقه. طب معلش بقى تحكي الحكايه دي. طيب ببساطه شديده انا كنت بدات في الغردقه لان انا اوريدي كنت عايش هناك وقتها. تمام. فانا هبدا في الغردقه، بس كانت الفكره الاول كنت لسه بكاريه الفكره. فكانت فكرتي ان هو احنا نجمع كل همي ان احنا نجمع عشان نشتري الارض، وبعد كده نجيب مقاول يخش يشتغل الانشاءات بتاعته ويسلم الناس. فكانت مهمتي هتقف عن اني اجمع الناس، اجيب قطعه ارض، اوفقهم مع بعض. ده حصل اوريدي في الغردقه وعملناه. بس انا لما قعدت افكر ما بيني وما بين نفسي ده اوريدي تم، بس خفت بعد كده على الناس ان المقاول يعمل معاهم مشكله، ان تحصل حاجه مش كويسه هتبقى في الاخر في وش المبادره. في الاخر الناس هترجع تقول لك المبادره. فقلت لا، طب احنا خلاص هناخد الموضوع من داي وان لحد النهايه، لحد نهايه التسليم، لحد ما اسلمك شقتك. بصينا كده على الويب سايت عندنا لقينا اكتر عدد طلبات كان في القاهره. طيب بندور جوه القاهره لقينا ان اكتر عدد طلبات كان موجود جوه التجمع الخامس. يعني مفيش تركيز على منطقه معينه. لا 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 خالص، انا مش مركز على منطقه. احنا اوريدي بنسيب الناس تقول هي عايزه تسكن فين والميزانيه بتاعتها كام. دي نقطه مهمه قوي. يعني ال- 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 المشاركات بتاعه الناس لما جت في منطقه معينه فابتديتوا باول منطقه. بالظبط كده. طيب انا هستسمحك، بس احنا معانا مداخله من الاستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. انا عجباني قوي الاكلاشيه. استاذ محمود كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. وفين بقى المواطنين ضد الغلاء؟ احنا كلنا على فكرة هنيجي يعني نبقى مع حضرتك في الجمعية، لان احنا كلنا ضد الغلاء، مواطنين ضد الغلاء. على فكرة انا طموحي يعني في يوم من الايام ان الجمعية دي يبقى فيها 50 مليون بني ادم. هيحصل ان شاء الله. ليه؟ لان احنا دورنا نحمي المستهلكين من حالة الجشع اللي موجودة عند كل القطاعات اللي في السوق. طبعا. مش بس في الاكل والشرب والحديد والاسمنت، كمان في المقاولات وكمان في المباني. صحيح. من حق اولادنا ومن حق شبابنا انهم يسكنوا، ومن حقهم انهم يعيشوا حياه مستقره وامنه. الغذاء والكساء والايواء والدواء حاجه بالغه الاهميه للانسان المصري. ده صحيح حضرتك، يعني اوجست يعني يعني انا بس عايز اعرف راي حضرتك في المبادره بتاعت رامي اللي هي ابني شقتك. احنا اولا يعني متضمنين مع رامي ده يعني في هذه المبادره الايجابيه. فكره ابن شقتك فكره عبقريه. تمام. واتصور انه لو نجحت الفكره دي في انها تجمع مجموعه من الشباب، الناس اللي بيبقوا قاعدين مستنيين قدام وزاره الاسكان ومستنيين في الاماكن الخاصه بالحكومه عشان ياخدوا شقه. صحيح. ربما تطلع ضيقه وربما تطلع واسعه. صحيح. انا بقول الحل الان في ايدينا مش في ايد الحكومه. الحكومه من الممكن ان تساند، الحكومه من الممكن ان تساعد. انا بقى طالب الريس بامانه الموقف اللي احنا شفناه امبارح في حل مشكله العشوائيات وفي حل مشاكل الناس الغلابه، احنا محتاجين ارض للشباب دول ياخدوا ارض بلدهم ويتملكوا ارض بلدهم زي الاغنياء ما بيتملكوا. صحيح. يعني مش عايز اقول لك قد ايه قدموا في شركه مش عارف ايه اللي اعلنت عن فلل وقصور الاسبوع اللي عدى. المكان الامن كانت مليانه في الفيسبوك حضرتك، يعني كان باين طوابير وناس كتير شايروا. يعني بالظبط. وحصل احنا مشاكل. احنا محتاجين ارض زي دي. ارض زي اللي خدها الاغنياء دي ياخدها الغلابه الشباب. صحيح. الشاب اللي عندك ده ممكن يبقى وزير اسكان المستقبل على فكره. صحيح. انا اقسم بالله لو رئيس الجمهوريه لاجيبه وزير اسكان، لانه فعلا ولد شاطر وذكي وبيفكر بشكل ايجابي. الحلول الذكيه، الحلول المبتكره، هذا البلد يحتاج الى افكار خارج الصندوق. صحيح. خارج الصندوق واعملي حاجات جديده، هي دي الحاجات اللي ممكن الناس تتعاطف معاها. وهو ناجح، انا شفت 3 مشاريع شغال عليهم ما شاء الله، الناس مبسوطين جدا وشاعرين ان هو خدمهم.
يعني احنا لا احنا ليه ما نعملش ليه ما نتوسعش؟ ليه وزير الاسكان ما يجيبوش دلوقتي يقول له تعالى يا استاذ يا باشمهندس قول لي ايه فكرتك وتعالى نشتغل مع بعض؟ هنخسر ايه؟ الدولة هتخسر ايه لما تساعد الشباب؟ بدل ما عمالين طول الوقت نقول الشباب 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 ما فيش حد على الجانب الاخر بيعمل حاجه للشباب دول بشكل عملي. صحيح، بس يعني انا متهيألي يعني انه احنا وشنا هيبقى خير عليه ان شاء الله وزير المستقبل ده. وانا بشكرك على مشاركه حضرتك يا استاذ محمود، اشكرك جدا. شكرا يا استاذ، احنا وشنا خير عليك. ان شاء الله. سألي حاجه في المقدمه، قلتي مش مهم تبقى في منصب بس الاهم انك تبقى خدوم. صدقيني والله وما كلام، انا مش عايز امسك منصب، انا ما بدورش على ده، انا بدور بس اني اساعد. انا حبيت اني اساعد، الحمد لله ربنا وفقني في ده، فمش فارق معايا قصه ان امسك منصب او لا. طيب. والله ما فارقه خالص. لا لا، انا متاكده طبعا حضرتك يعني بتعمل ده من واقع انك انت شاب زي الشباب بالظبط، ونفس اللي بيواجهوهم في مشاكل انت كمان واجهت المشكله دي، فانت ادرى بيهم فبتحاول تساعد. طيب انا هستسمحك بس ان احنا هنخرج فاصل وهنرجع لكم. طبعا. هنخرج فاصل ونرجع لكم تاني عشان نكمل مبادره ابن شقتك. يلا بينا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعايز اسالك يا باشمهندس ايه راي حضرتك في الكلام اللي قاله الاستاذ محمود العسقلاني؟ طيب، هو استاذ محمود اثار نقطه مهمه جدا، هي كدوله ليه رايحه للمستثمر وتدي له ارض وتاخد منه 40% مكسب، لما انت عندك شباب يقدروا يعملوا ده ويبقى المكسب بنسبه 100% لصالح الدوله. طبعا. احنا في طيب محتاجين فلوس، يعني احنا في وقت محتاجين فلوس، خصوصا ان المشروع مكسبه مليارات يا جماعه، مليارات، يعني مئات المليارات، ده رقم بجد، مش رقم كده خيالي، ده ربح غير كبير جدا مصر. يحل مشاكلنا كلها. الفكره في حاجه، ممكن يكون المسؤولين او مثلا سياده الرئيس طبعا هو مش شايف الشباب، لانه فرشور برضو مش هيكون ملم بكل شيء، دي حاجه طبيعيه. اوكي، احنا موجودين، احنا نقدر نساعد بدون اي مقابل 100% للبلد. احنا عايزين البلد تقوم، احنا والله نقدر نعمل ده. في انا وفي احسن مني كتير كمان يقدروا يعملوا ده. المستثمر بيجي لنا احنا والله يا جماعه، وبيتصلوا بينا، والله بيتصلوا بيا عشان يبقوا شركه معايا في المبادره. بس دول اكيد فيها حرب جامده جدا ضدك. في حرب جامده جدا طبعا، في مسجات وفي مكالمات وفي رسائل على فيسبوك، في حاجات كتيره جدا جدا، ده واقع وبيحصل. بس خلينا بس نتكلم في نقطه مهمه قوي. لما المستثمر اللي انا بروح اديله الارض عشان يستثمرها وبعد كده يشاركني بنسبه 40%، هو اصلا بيجي للشباب عندي. طب ما انا عندي السورس نفسه، ما انا عندي الشباب. صحيح. طب ما انا اعتمد عليهم. ليه الوسيط ده؟ بالظبط. طب ما انا اعتمد عليهم. والله يعني انا جات لي مكالمات من رجال اعمال قبل ما اخش في المحاربه، من رجال اعمال والله بالحرف كده، حاطين اللي حاطط 5 مليون على الدولار على الترابيزه احنا معاك، واللي حاطط 30 مليون جنيه مصري على الترابيزه احنا معاك. انا مبسوط بده، اوكي؟ ولكن هو طبعا بيهرب اول ما بيسمع كلمه ايه؟ انا مش هزود جنيه على الناس، موافق تخش معايا بالشكل ده، انا تحت امرك ونورتني. صحيح. ده الواقع اللي بيحصل، فبيعمل ايه؟ لا، ما اقدرش اعمل كده. اوكي، ما تعملش. طيب نرجع ونقول، ما دام انت يعني كدوله عندك الشباب دي تقدر تعمل نفس المشاريع بس لصالح الدوله، طب ما نعملها. صحيح. طب ما ناخد الدخل ده للدوله. طب ده الفرق ما بينه وما بين رجال الاعمال. بالزبط. التانيين بيسعوا الى الربح، وانت بتسعى الى انك تخدم الوطن وتخدم الشباب اللي زيك. احنا محتاجين ده دلوقتي. لا بس سؤال، يعني رجال الاعمال دول طب هم عندهم الشريحه الخاصه بيهم، انتوا بتركزوا مع محدود الدخل، الشباب محدود الدخل. تعالي نتكلم في هم مالهم ومال محدود الدخل. طيب. ممكن الاول بس ناخد تليفون معانا الدكتور رامي العناني. اهلا يا دكتور. الو الو الو. ايه دكتور، ازيك؟ ازيكم يا جماعه. الاول مسلم عليكي يا نهى وحنان. الله يسلمك. كل سنه وانتم طيبين. طيب. ربنا كده يعيد عليكم الايام بخير. ميرسي يا دكتور. وطبعا رامي قدامكم هو كمان، يعني انا احب اقول حاجه مهمه قوي يا جماعه. انا بتكلم طبعا من منطلق النهارده ان انا شخص اعرفه على المستوى الشخصي، وفي نفس الوقت انا انضميت للمبادره بتاعته. برافو. والفكره دايما انا بقولها هي يعني زي ما بنقولها حلاوتها في بساطتها. يعني هو دلوقتي حاجتين هما اللي بيساعدوا الموضوع ده ان هو ينجح. اول حاجة الشفافية الواضحة جدا في الموضوع، وان هو الفكرة ازاي بيقدر، عشان دي نقطة مهمة قوي انتوا اتكلمتوا فيها، ان هو يلم الناس مع بعض، فبالتالي اكيد لما يبقى الاعداد كبيرة هيلاقوا ناس ماتشنج مع بعض
مجموعات توافق على شكل معين، فبالتالي دول يبتدوا مشروع مع نفسهم. بالزبط. مجموعة تانية تبتدي برضو مشروع تاني. الفكرة في تسويق الموضوع ان ناس تتلم، وفي نفس الوقت هو يقدر يدير بروجكت معين او مشروع معين بتكلفة شبه اللي هي التكلفة بتاعته الفعلية. وعلى فكرة يا حنان، هو القصة كمان مش فكرة محدودية الدخل، ان هو بيعمل يعني ممكن محدودية الدخل والدخل المتوسط والدخل العالي، ان هو بيعملش دلوقتي مثلا مشروعاته دي دلوقتي مش في العشوائيات، ده مثلا في التجمع الخامس وغيرها وغيرها وغيرها. الفكرة في ان انت سواء غني متوسط فقير تاخد الحاجة بتكلفتها او شبه تكلفتها، وكل واحد على حسب امكانياته. اه يعني كل واحد على حسب امكانياته، فين الاحساس ان ايه ما حدش بيضحك عليك. بالظبط. يعني سواء مثلا شاب بيبتدي اسره كبيره عاوزه تعمل لنفسها وتبر ايه الفكره، ما فيش حد بيرمي فلوسه في الارض. لكن اللي بيحصل دلوقتي من ناحيه تجاريه كبيره على مستوى العقارات، بقى الموضوع فيه نهب كبير جدا 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 بيحصل في المجال ده. المبادره اللي بيعملها رامي على فكره، هو باين قدامكم يمكن صغير في السن، لكن هو ما شاء الله عليه ده عقليه جباره، يعني قادر يقدر يعمل حاجه فعليا كانت بتستعصى على ناس كتيره ان هم يحلوها. طبعا انا مش عاوز اخد وقت اكتر من كده البرنامج، لكن في النهايه انا بقول لكم فعلا يعني ربنا يكرمه ان شاء الله، وهو اللي بيعمله ده عشان هو راجل من قلبه عاوز يفيد. ويا ريت لو فعلا الناس بتسمعنا دلوقتي يقدروا يدوا فرصه للناس دي اكتر، بدل ما يبقى بالنسبة لهم دايما بيعتمدوا على رؤوس الأموال الكبيرة والمستثمرين اللي بيجوا ياخدوا قوت الشعب نفسه وياخدوا أرباح كبيرة جدا على حاجة ممكن تخش فعلا خزينة الدولة كلها، وفي الآخر برضو الشباب دي هتستفيد. يعني هما كلهم وفي الآخر بيشتغل وحيستفيد وغيره وغيره وغيره، وفي الآخر الدولة برضو بتاخد الربح الأكبر. صحيح، يعني هو بيفيد وبيستفيد يعني، وده مهم ومشروع جدا على فكرة. صح طبعا، وفي الاخر الاستفاده اللي هي الاستفاده الطبيعيه. بالزبط. مش التوحش اللي بيحصل بالنسبه لنا في العقارات وفي غيرها، اللي بقى دلوقتي حتى لما كان بيتكلم قبليه استاذ محمود عساني ان هو طبعا محاربه الغلاء في كل حاجه. طبعا. ما هو ده جشع يا جماعه، ما هو لازم في الاخر ناس تطلع علشان تقدر تحط كل حاجه في نصابها. احنا مش في المدينه الفاضله اكيد، لكن في النهايه لو في صوت عاقل زي ده بيطلع ويلاقي الدعم، في الاخر هيبقى فيه توازن في الاخر للموضوع، وهنقدر نحارب حاجه زي دي ولوصل نتيجه ان شاء الله مثمره يعني. باذن الله. ميرسي يا دكتور، بشكرك جدا على المداخله دي. ميرسي يا دكتور، شكرا. كلام جميل جدا حقيقي يعني، وموزون جدا. بسيط خالص. طب ازاي حد يقدر يشترك في المبادره بتاعتك؟ ببساطه شديده جدا، احنا عاملين، احنا عندنا الفيسبوك وعندنا الموقع بتاعنا الخاص بينا، بيدخل العميل بيكتب اسمه، رقم تليفونه، المنطقة اللي هو عايز يسكن فيها، الميزانية كمان اللي هو يقدر يدفعها، كويس، مساحة الشقة اللي هو عايزها. تمام. احنا بدورنا بنرجع نكلمه مرة تانية. طب لو هو معهوش فلوس مثلا، يعمل طيب ايه؟ دي بقى اللي انا عشانها كنت حابب اطلع اتكلم ميديا واقول يا جماعة احنا حاليا، انا بدأت الفكرة عشان اساعد الشباب، انا جاي من تحت شوية كويس، وحاسس بالناس اللي تحت دي وعارف مشكلهم عاملة ازاي، خصوصا في حتة الاسكان. اوكي. طيب الموضوع ان انت ازاي تدوسي على ديت، انا دلوقتي ساعدت الناس اللي معاها فلوس بس بيضحك عليها. تمام. وفرت لك الشقه كمثال حقيقي، الشقه في التجمع الخامس مثلا في منطقه ابو الهول كمثال، المشاريع اللي احنا شغالين فيها هناك ثمنها 675 الف جنيه، انا خليتها ب 332 الف، ده النص، اقل من النص. صحيح. اقل من النص. اوكي. طيب بس انا هنا برضو لسه ما ساعدتش الشباب، يعني في الواقع انا كده ما فيش شاب معاه يبدا مثلا. اولا مبدئيا بس عشان نبقى فاهمين، احنا ما بندفعش ده كاش عشان نبقوا عارفين. تمام. ما بندفعش ده كاش، لا، الكاش بس الوحيد اللي هو حصه، ده بيبقى بقى مع استمراريه المشروع، هما بيدفعوا لك زي تقسيط يعني. مش بيدفعوا لي، احنا بندفع للانشاءات، مراحل. تمام. الانشاءات دي دي مشاريع موجوده. الله، بص لهم حلو ازاي. حلو جدا. انا احنا ليه بنسال حضرتك السؤال ده؟ لانه في برضو ناس بتحب مثلا جات لنا على صفحه البرنامج ان هم عايزين يعرفوا ايه الضمانات. اوكي، ممتاز، هنتكلم في النقطه دي. دي نقطه مهمه قوي، بس انا عايز ارجع بحضرتك للجزئيه ازاي تساعد الشاب اللي معهوش فلوس. بالظبط. عشان دي مهمه قوي. انا اثبت حسن نيتي للدوله، قلت انا بساعد وبعمل واهو وبنفذ، احنا في ثلاث شهور عندنا ثلاث مشاريع. اوكي. تمام. شغالين، الناس واثقه فينا الحمد لله، شايفين زي ما الدكتور قال في شفافيه تامه، هو احد المشتركين. هي. هو شايف كل حاجه قدام عينيه، مش محتاج ان هو عارفه، لو انا ما بخليكش نايم كده وقلقان وخايف من حاجه، كل حاجه قدام عينيك.
طيب عشان اقدر اساعد الشاب اللي هو اصلا زيرو، مش هقول لك بقى اللي معاه 50,000 ولا 100,000، الزيرو ده انا محتاج دعم من الدوله. ازاي؟ ان الدوله تطلع اراضي مش عايزها ليا، دي ارض للمبادره، اوكي؟ احنا نبني على الاراضي دي واتفر كانت فين، بعيده قريبه واتفر كانت مكانها فين، نبني على الاراضي دي بالشكل ده. هيبقى كل اللي هيتحمله الشاب ثمن الانشاءات اللي هو تقريبيا لو بنتكلم في شقه 80 متر هتبقى 100,000 جنيه. ال 100,000 جنيه هيدفع منهم مقدم كمثال مثلا 5 او 10,000 جنيه ويقسط الباقي. اي حد يقدر يسكن ده هايل طبعا، اي حد طبعا. ما اقدرش اعمل ده لوحدي لان المشكله عندي في الارض. الارض غاليه جدا، يعني الارض في التجمع ب1,650,000. انتوا بتشتروا الارض الاول على شاري الارض الاول؟ ما هي دي، فهو محتاج بلك، محتاج فلوس كتير عشان يقدر يساعد بقى الشباب في الجزئيه ديت. بس ممكن الدوله تساعدكم في حاجه زي كده. اتمنى بقى، اتمنى. يعني استاذ محمود قال الدوله ادت مثلا اكس من الفدادين للمستثمر. طب نعمل ده. خلي بالك انا لما هساعد الدوله في ده انا بشيل من على العيب، بشيل من على الدوله عيب عليها كبير طبعًا. جدا طبعًا. أكيد. كبير جدا. سياده الرئيس قال حاجه مهمه قوي 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 امبارح في خطابه، قال لو عندنا 1,000,000 وحدة في السنه مطلوبه مننا هنعملهم. طب ما احنا نقدر نعملهم مع بعض. الحكومه مش هتعمل كل حاجه، انا مقتنع بده. الحكومه مش هتعمل كل حاجه، اوكي؟ فلازم نساعد، نساعد عشان احنا الدوله نفسها تتقدم، تطلع لقدام، نرجع لمكانتنا ونرجع احسن مما كنا. طيب احنا لو عندنا 1,000,000 وحدة هنعملهم، طب الدوله الحكومه تقدر تعملها لوحدها؟ لا لا طبعا. اكيد لا. طب يلا بينا نساعد. صحيح. طب يلا نساعد. طب الوحدات السكنيه دي في يعني كم اسره، كم عيله؟ يعني فهمني مثلا. هو بيبقى على حسب يعني. كلمني على مشروع مثلا او مشروع من المشروعات دي. اوكي. اول واحد مثلا. هنتكلم على اول مشروع مثلا. اول مشروع فيه 8 شقق. تمام. كويس. فاحنا بنتكلم في 8 اسر. ليه 8 شقق؟ طبعا لان هناك في التجمع الخامس او في القريه الجديده في المنطقه دي تحديدا الرخصه بتقول ارضي اول ثاني ثالث. طب اخيرا برضو بقى فيه يعني تخطيط كويس وان لازم طبعا نلتزم بيه. وصراحه برضو الناس هناك متعاونه معانا جدا في الجهاز. طب الحمد لله. حته بقى القانونيات هنجلها. هو القانونيات دي منقسمه لشقين. قانونيات يعني كاوراق او كورق كمشروع، كازاي هتعمل ده معايا كضمانات ماديه وحقوقي انا هتبقى عامل فيها ازاي. والقصه الثانيه ازاي تضمن لي ان المنشأ ده يبقى سليم 100%. ده انت بتوفر طبعا. كتير قوي، ما انا خايف منك. اوكي. بالنسبه للقانوني في البدايه احنا قبل ما نعرض على الاراضي على الناس احنا بنروح الاول الجهاز، شاكرين الناس هناك بيساعدونا، بنقول يا جماعه لو سمحتوا انا عايز اسال على قطعه رقم كذا. القطعه دي مثلا بتاعه مين، عليها فلوس، عليها مشاكل، رخصتها ساريه ولا لا، هل فيها مهله بناء ولا لا، يعني كل حاجه. ده انا الاول، انا كرامي. اوكي. لما يجي بقى العميل يتكلم معايا بقول له حضرتك ادي رقم القطعه قبل ما يدفع ربع جنيه. وروح اسال عليه. روح اسال في الجهاز بالزبط. الاول بالزبط. وبعد كده حضرتك تجيب المحامي بتاعك وتجيلي الشركه. اوكي. اظن مفيش ضمانات اكتر من كده. ده يعني ده اللي بيحصل بالفعل. مفيش جنيه بيتاخد حجز ولا جنيه حجز. في عملاء كتيره طلبت انها تدفع حجز. طب لحد ما ارجع من السفر. طب لحد لا انا اسف، اول جنيه بتدفعه وانت بتمضي العقد بتاعك عشان بتاخد بضمان بيه حصه الارض بتاعتك من اول يوم بتاعتك باسمك. طب هايل هايل. يعني رامي الصبح بقى حصل له حاجه من التهديدات راح يلا لا 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 راح يلا تعال لنا تاني يوم في عسل ابيض واحنا نعمل. ما انا مش هبقى موجود، تعال لنا تاني. هو موجود، هو حقه موجود. انت نورتنا والله يا رامي. والله انتوا اسعدني والله العظيم اللقاء بتاعكم. انا بس في النهايه حابب اوجه رسالتين لو تسمحوا لي. اتفضل. رساله للشباب، لو انت شايف ان الحكومه ما بتعملش حاجه اتفضل انت واعمل، يا ريت تعمل لان كلامك ما بيفيدش. ولو انت شايف ان الحكومه مش هتعمل كل حاجه فياريت برضو تعمل لان الكلام مش هيفيد. صحيح. فياريت نتحرك، بلاش نقعد. انا واحد بدات من الصفر بمعنى الكلمه، واللي بيتفرج عليا وعارفني كويس عارف ان انا بدات صفر صفر بمعنى الكلمه انا ومراتي. النهارده الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لاني ما بننامش، والله ما بننامش، انا ما بنامش. اوكي. فدي رسالتي للشباب، لو سمحتوا اتحركوا. في رساله ثانيه بقى للمسؤولين ولسياده الرئيس. اتفضل. احنا نقدر نساعد، والله نقدر نساعد. صحيح. مش عايزين اي حاجه يعني انك انت قادر تساعد ويعني ومش عايزين حاجه، ومش عايزين حاجه. بدل ما ياخد 40% خد 100% من نفس المشروع. صحيح. مش عايزين حاجه، عايزين بلدنا تقوم. الرئيس دايما بيتكلم في خطاباته عن الشباب وان 2016 عن الشباب. احنا موجودين. طيب تمام. انت بادرت وقدمت واحنا بادرنا وعرضنا. صح كده؟ تمام. بنتمنى لك دايما التوفيق يا رب. بجد يا رب. يعني وربنا كده يساعدك كده انك انت تحقق كل يا رب. اللي كلنا نفسنا انه يتحقق يا رب. ان شاء الله. يا رب. كل الشباب باذن الله. طيب.